في خلال المده القانونيه اللي هي 60 يوم، وتجيب لنا شهاده من الجدول بالكلام ده. اه والمقابل بقى ان شاء الله؟ ما قلت لك لقمه العيش الطريه البسبوسه يا عسل 50,000 جنيه. اه انا كده فهمت، يعني انت عايزين تخلصوا القضيه اوام اوام وتخلوا الحكم اللي وجدته درجة حكم نهائي، مش كده؟ هو كده بالظبط، هو ده. طب شوف يا استاذ رفعت، المبلغ اللي انت عرضته ده ما ينفعش، انا مش هرجع ذمتي عشان 50,000 جنيه. قدر انت الاتعاب مظبوط وشوف الوضع ده يسوى كام، وانا تحت امرك. يا حبيبي انا اللي تحت امرك يا استاذ رفعت، وانا اقدرك بمال الدنيا، بس ده الكلام ده مش بايدي، ما انت فاهم، ده بيد الاستاذ فوزي. المحامي قال لك ايه يا فندم؟ اطمني يا ستي، كل خير الحمد لله. اتفق مع محامي الحاج انه ما يحضرش الجلسه الجايه. وبعدين؟ ولا قبلين كده المحكمه تشطب الاستئناف ويبقى الحكم بالطلاق نهائي. وايه الشهامه دي كلها اللي نزلت عليه يعني خير؟ شهامه يا زهره؟ في حد بيعمل حاجه شهامه اليومين دول؟ كله بتمنه طبعا. عايز كام؟ هو طالب كتير. ايوه يعني كام يا فوزي؟ 100,000 جنيه بعد ما عصرته. انا موافق يا فوزي، بس مش هياخد الفلوس غير بعد الجلسه اللي مش هيحضرها. المكافئات دي تتصرف للناس ما تتركنش، مفهوم؟ تحت امرك يا فندم، ربنا يخليك لينا. اي امر تاني؟ لا متشكره، روح انت. اي نوال، هاتي لي الملفات بتاعت اليميش. يلا. سلام عليك. احجزي تذكره من سوريا ولبنان. فسحه؟ بصراحه انت محتاجه راحه. فسحه طبعا، شكلها حرام عليك، ده عندي شغل متلتل. عايز اروح احجز الطلبيه بتاعت ياميش رمضان. حطي لي تركيا كمان بالمره. ماشي. بقول لك ايه، مش هوصيكي بقى، خلي بالك من امي. ها دي مامتي، يعني بتتكلمي في ايه؟ طب بقول لك ايه، ما تروحي تقعدي معاها في الفيلا. طب وشغل الشركه؟ خلصي الشغل وبعدين روحي باتي معاه. حاضر. وما تنسيش والنبي تقولي على ميعاد الطعيم بتاع الواد. حاضر. الحاج عارف انك انت خلفتي؟ انت عبيطه يا بت، ما انا كنت حامل وكنت مخبيه العيل. عارف انك خلفتي ولد؟ اكيد طبعا عارف. هو منتصر هيتوصى؟ ادم انت نطعني ساعه ونص جوه. ايه ده؟ مش معقول الحاجه زهره. ازيك يا فريد؟ انت بتعمل ايه هنا انت كمان؟ انت اللي بتعملي ايه؟ انا اللبناني اساسا. الله، صدفه حلوه قوي دي. هنقف هنا نتكلم؟ تعالوا نقعد في مكان ونتكلم، يلا. طب ثانيه واحده بس، هجيب شنطتي من جوه. لا براحتك. يلا يا معلم يلا. تعال. ايه؟ جيب شنطتك. ما نجيبها معانا. هو فريد اتنقل معاك؟ لا ابدا. أنا عزمته يجي يقعد معايا هنا كام يوم في لبنان. إنما أنت إيه اللي جابك هنا يا زهرة؟ أنا جاي أشتغل. أشتغل إيه؟ جبت لكم أحلى أكل في لبنان. أنت اشتغلت هنا جرسون يعني؟ يا عم ده لو استنى لهم سنة ما كانوش هيجيبوا الأكل، الناس بتضرب بعض بالجزم فوق. تقول لك يا زهرة؟ هات إزازة المية، هات. أنا جرسون بجد كده. تقول لك يا زهرة؟ تيجي نخش شراكة أنا وأنت في شراكة كتيرة زي دي. ما بحبش أشارك حد. وبعدين أنا الحمد لله الأيام ديت بفتح سلسله سوبر ماركت كبيره قوي. الله الله، ده انت داخله. وانت جايه هنا بقى شوبينج ولا جايه تعملي ايه؟ لا جايه شغل. قبل ما اجي هنا كنت في سوريا، يعني عندي شويه طلبيات كده يا ميش. وبقالك هنا كام يوم؟ بقالي 4 ايام. 4 ايام ومش فاكيش ازاي؟ ده احنا صايعين في بيروت كلها. ما الست جايه في شغل،
مش جاي تتفسح زيك؟ خلاص فسحوني انتوا بقى. هو حقيقي اللي انا سمعته ده زهرة؟ سمعت ايه يا فريد؟ سمعت ان انت والحاج فرج بومبا. وبعدين بقى معاك يا فريد عيب، احنا جايين نفسحها ولا جايين نقررها؟ اوعى يكون كلامي ده ضايقك. يعني حتى لو زعلت هتقول لك انا زعلت؟ انا ما اتضايقتش ولا حاجه. عايز تعرف انا اتطلقت ليه يا فريد؟ بصراحه عايز، بس ده يعني من باب الفضول ليس علم. وبصفتك ايه عايز تعرف الكلام ده؟ بصفتي صديق الحاجه، والصديق لازم يعرف كل حاجه عن اصدقائه ولا ايه؟ انا مريت بظروف صعبه قوي، حصل لي مشاكل كتيره قوي ما كانش ليا فيها اي سبب. صفتي كلها مرات تاجر مخدرات وبس. فهمت بقى؟ ماشية في بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاة من بعد زي الخط. ماشية في بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاة من بعد زي الخط. من يوم ما خدني بحر الحياة ما لقيتش مرسى، كل حكاياتي تبدأ بفرحة تقلب بكارثة. من يوم ما خدني بحر الحياة ما لقيتش مرسى، كل حكاياتي تبدأ بفرحة تقلب بكارثة. ولا عمري وقتك ملي ليه أنا أي فرصة. We'll be right back.